كورونا جندي من جنود الله يقول احد رجال الدين. لماذا يعتقد بعضهم ان الكوارث عقاب الهي؟ في استبيان اجريناه لبرنامج طوق نجاه قال 53% من المشاركين ان فيروس كورونا والاوبئه ما هي الا عقاب الهي للبشر، في حين رفض 47% منهم هذا التفسير. سالنا مؤيدي هذه الفكره، ما سبب اعتقادكم هذا؟ اجاب 57% منهم إن الله يعاقب الناس بسبب الذنوب والمعاصي والابتعاد عن الدين. اللافت في هذا الاستبيان أن المستوى التعليمي للمشاركين لعب دورا في تحديد إجاباتهم فالحاصلون على شهادات الدراسات العليا أي الماجستير والدكتوراه رفض معظمهم هذا الاعتقاد تحديدا 75% منهم بينما من لم يكملوا تعليمهم أو الحاصلون على الابتدائية أيدوا هذا التفسير بنسبة وصلت إلى 67% في بقية المستويات التعليمية كانت النسبة قرابة 53% هذا يعني أنه كلما انخفض المستوى التعليمي زاد الاقتناع بالتفسير الديني للأوبئة والكوارث على الأقل هذا ما حصل في هذا الاستبيان الذي شمل 140 شخصا من عمر الثامن عشر حتى الستين سنة أو أكثر وتباين المستوى التعليمي للمشاركين بين الشهاده الابتدائيه والاعداديه مرورا بالثانويه، الاجازه الجامعيه وصولا الى الدراسات العليا. توزعت اماكن اقامه المشاركين بين الداخل السوري في مناطق النظام والمعارضه والاداره الذاتيه وبلاد اللجوء ايضا في تركيا ودول اوروبا ودول اخرى. ستون في المئه كانوا من الذكور واربعون بالمئه كانوا من الاناث. في هذه الحلقه من برنامج طوق نجاه نناقش سبب انتشار التفسير الديني للكوارث والاوبئه ونسال ان كان هذا الاعتقاد خاصا بدين معين ام انه ينتشر بين مختلف الاديان وما هي جذوره التاريخيه حوارنا يبدا بعد الفاصل مساء الخير لكل مشاهدي برنامج طوق نجا نرحب بضيوف حلقه اليوم معنا في الاستوديو الاستاذ عبد السلام الشقيري الاستاذ الشيخ مساء الخير اهلا وسهلا فيه حياكم الله استاذ محمد و معنا ايضا الدكتور نجيب جورج عوض من الولايات المتحده الامريكيه استاذ اللاهوت المسيحي في جامعه هارتفورد ومعنا الاستاذ ماهر حميد من السعوديه الباحث في التاريخ وايضا معنا الاستاذ سمير الابراهيم الامين العام لرابطه علماء ودعاة سوريا من انطاكيا مرحبا بضيوفنا جميعا مرحب. أستاذ ماهر ما هي الجذور التاريخية للاعتقاد بأن الكوارث والأوبئة مثل كورونا هي عقاب إلهي تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم ولضيوفكم الأكارم حقيقة منذ أن خلق الله هذه الأرض وهي تتعرض لكوارث فقد انقرضت 80% من حيوانات بعضها شرير كالتيريكس وبعضها بريء كالسلاحف والديناصورات النباتية وانقرضت اجناس البشر التي عاصرت اسلافنا الهومو كالنيندرتالز كالنندرتالز والهوبيت والدينوسوفيان وهؤلاء كانوا اجناس بريئه ليس لديها ذنوب يعيشون كالاطفال ومع ذلك انقرضوا بسبب غلبه الطبيعه على عليهم ولا نعرف حقيقه ماذا كان يفكر هؤلاء وهم يشاهدون جماعتهم تنقرض طباعا لكننا وجدنا ان انسان النيندرتالز كان لديه معتقد ما بالعوده الى الحياه بدفن امواته وقد دهنهم باللون الاحمر ووجه وجوههم نحو مشرق الشمس اولى النصوص التي لدينا هو نص يتحدث عن مدينه الانهار الاربعه وهي تمثل اندلس السومريين مدينه كانت في قاع الخليج قبل ان تغمره المياه فغمرت واعتبر السومريون هذه المدينة المثالية التي لم يكن لديها حسب تصورهم بها ذنوب غضب من الإله أنكي فقام بغمر هذه المدينة في المياه هذا أيام السومريين يعني قبل آلاف السنين. قبل خمس آلاف سنة قبل الميلاد هذه الأحداث طبعا سجلت لاحقا بعد الكتابة لكن المدينة خمس آلاف قبل الميلاد تتحدث عنها النصوص السومرية بشاعرية هي المدينة التي لا تشيخ بها النساء المدينة التي لا يأكل الذئب فيها الحملان الوديعة المدينة التي لا ينقر فيها لا تنقر فيها الطيور شعير الأرملة يعني إذا هذا الاعتقاد ليس لم يأتي مع الإسلام مثلا وإنما هو موجود في الديانات القديمة ما قبل لك سأذكر لك الكوارث التي سجلت ونحن أكثر أمة سجلت أحداث في التاريخ الهلال الخصيب الحادثة الثانية هي طاعون أصاب سومر واعتبر هذا الطاعون هو غضب من الإله الليل حيث قال الليل لقد كثرت الأرض الناس على الأرض وزاد صخبهم فليكن هناك طاعون فكان طاعون بعد 1200 سنه تسجل لنا الاحداث النصوص حادثه اخرى عن مجاعه تحدث لمده سبع سنوات، وتصف لنا كل سنه كيف تتدهور الاوضاع اكثر وحتى ان في السنه الخامسه لم تفتح الام الباب لولدها وفي السنه السادسه اعدت الابنه لتكون طعاما واكل الجيران جيرانهم. ثم ياتينا خبر الطوفان العظيم وهي اشهر ما ما كتب في في سومر حيث يقرر رب الارباب أنليل اغراق البشر وهي نفس قصه الطوفان الموجوده في الديانات يعني في المسيحيه وفي هي نفس الإسلام. قصه الطوفان ونفس الاحداث تماما يحدثنا الناس عن ان انليل قرر اغراق البشر لكن الاله الاله أي الاله الرحيم يسرب الخبر الى احدهم يقول له يا رجل شروباك اهدم الدار وابني سفينه دع املاكك وانقذ حياتك خذ بذره كل حي ابن سفينه طولها مثل عرضها يعني اذا هو هو يعني حديث بين الالهه كما تقول في الديانات حسب معتقدات قديمه ونشأت هذه الفكره لكن الفكره قديمه هذا ما يعني تؤكد عليه، نعم. ساعود اليك لكن اريد ان اسال دكتور نجيب كيف ينظر الدين المسيحي للاوبئه والامراض؟ هل يعتبرها ايضا نوع من العقاب الالهي؟ شكرا جزيلا على الاستضافه، تحيه لحضرتك ولضيوفك الكرام. بالفكر اللاهوتي المسيحي ممكن باختصار اني اذكر ثلاث تيارات لاهوتيه اساسيه واحكي في النهايه عن تيار رابع انا انتمي له وهو تيار معاصر جدا. تاريخياً اقدم طرح مسيحي لاهوتي عن هالمساله هو طرح بنسميه نحن الطرح التثنوي متاثر بالفلسفه الافلوطينيه اللي بتقول انه هناك مصدرين للوجود مصدر خير ومصدر شر. مصدر الخير هو نسميه في الاديان الابراهيميه الله طبعا، ومصدر الشر يسمى عده اسماء احدها هو ابليس او الشيطان. وتقول هذه الاطروحه القديمه تاريخيا ولكنها ما زالت موجوده انه كل شر ياتي من اله الشر. يعني من الشيطان وليس من الله لان الله هو اله الخير والبركه ولا يؤذي البشر. هذه هي اطروحه، الاطروحه أوه. الثانيه ظهرت بالقرن السابع وما بعده تاثرت بالفكر الفلسفي الأرسطوطالي اللي بيقول انه مصدر الوجود وغائيته العظمى هي واحد مصدر واحد هو الاله المبدا الاول وهذا المصدر هو مصدر كل شيء الخير والشر البركه والاذيه كل ما يحدث للانسان مصدره واحد وبالتالي فاذا حدثت اوبئه فالله هو مصدرها. نعم الطرح الثالث هو طرح ظهر في عصر الانوار وعصر الحداثه وتاثر بالفكر الذي يمركز الانسان والذي يقول انه من يتحكم بالطبيعه ومسار النظام الطبيعي ليس الله ولكن البشر. والأوبئة هي نتاج الشر البشري هي نتاج عمل البشر والبشر يدفعون ثمن أخطائهم أنا شخصيا كلاهوتي أنتمي لطرح معاصر أكثر ظهر بقوة في مطلع القرن الواحد والعشرين هذا الطرح يقول أن الإنسان ليس رئيس الكون وليس مركز الكون ولكنه جزء من المنظومة الطبيعية التي تحكم الكرة الأرضية والأوبئة أيضاً بمعنى الفيروسات هي أيضا جزء من المنظومة الطبيعية التي تعيش في الكرة الأرضية وكل ما يحدث ليس مسؤولية لا إله ولا بشر ولكن هو جزء من سيرورة النظام الطبيعي التي كلنا نعيش فيها طيب لكن دكتور نجيب يعني انتشر فقط والفيروسات تؤثر علينا لأننا أضعف منها ضمن هذه المنظومة يعني امر ضمن ضمن الحياه الطبيعيه سيروره الحياه طبيعيا لكن دكتور نعم. يعني انتشر بعد كورونا تحديدا بعض المقاطع خاصه بالولايات المتحده ودول اخرى لرجال دين مسيحيين يقولون صراحه وحتى في مصر يعني انتشر نعم. لرجل دين مسيحي انه يقولون انه هذا عقاب من الله 100% يعني في مسيحيين يؤمنوا بالاطروحه الاولى في مسيحيين م. في يؤمنوا بالاطروحه الثانيه في يؤمنوا بالثالثه وفي مثلي يؤمنون بالرابعه نعم. أه اللي سمعتهم هن انا من خلال مراقبتي بقول ينتموا اما للاطروحه الاولى او للاطروحه الثانيه طيب يعني هاي التيارات كيف ينظر المسيحي او الدين المسيحي للوباء خلينا ناخذ بوجهه نظر الاستاذ سمير استاذ سمير انت تقول انه كورونا هو جندي من جنود الله صحيح بالطبع هو جندي من جنود الله لكن ليس بالمعنى الذي يفسر حسب تفسير الكثير من الناس فاي مخلوق على وجه هذه الارض هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى كيف يعني حتى الشيطان حت حتى الشيطان هو من جنود الله عز وجل يختبر الله سبحانه وتعالى به العباد الاوبئه والامراض ايضا هي عباره عن جنود من جنود الله سبحانه وتعالى يرسلها الله سبحانه وتعالى على الناس كي تعود الى الله سبحانه وتعالى وقد تكون لرفع الدرجات فالمعنى ان عطاء الله منع ومنع الله عطاء يعني اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبتلي الانسان قد يكون عطاء لهذا الانسان في البلاء واذا اراد ان يمنع عنه الخير قد يكون الخير في منع الخير لان الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير وذلك تقدير العزيز العليم الله سبحانه وتعالى يقدر الامور بما يراه الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في جميع خلقه والبلاء 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 والوباء مرسلان من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال فأر... نعم يعني بس الفكرة قال إنه الله سبحانه وتعالى إنه مل... فأرسلنا مل... عليه مل... الطوفان والجراد والقمل نعم إيه تقول يعني آه عطاء الله خير ومنع الله خير لكن في حالة الوباء والمرض يعني ما الخير في أن يموت الإنسان وأن يصاب وأن يتعذب مم. نعم آه الإنسان له عمر وله أجل محدود كتبه الله سبحانه وتعالى قد يكون آه في موت الإنسان راحة من هذه الدنيا التي يتعب فيها ويشقى فيها فالحياه الابديه هي الحياه الاخره وليست الحياه الدنيا وقد يكون الانسان يعيش في هذه الدنيا وكلما طال العمر كان افضل له لان الله سبحانه وتعالى اختار له هذا العمل فالله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه. طيب خلينا ناخذ لك ان لاثبت لك ان, لأثبت لك أن الكورونا هو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. لان الله سبحانه وتعالى يقول: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، فكان الطوفان والجراد والقمل جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إلى النمرود البعوضة فكانت مرسلة عليه وكانت بلاء عليه، وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم مدين ولوط وثمود الصيحة فكانت بلاء عليهم. وارسل الله سبحانه وتعالى الريح الى مشركي مكة يوم الخندق يعني آه لا يتحرك ساكن الا باذن الله سبحانه وتعالى طيب اسمح حتى, إن رأيك. هو هو حتى ان كان هذا الفيروس هو صناعه حتى ان كان هذا الفيروس هو صناعه بيولوجيه فهو ايضا جندي من جنود الله لان الله سبحانه وتعالى اراد آه هلاك آه نوعيه او قسم من البشريه بهذه الطريقه فامر مدر فيها ففسقوا فيها طيب سواعدنا انهلك لك سعربي قريتان امرنا مترفيها انا أخذ, نعم اخذ راي الاستاذ عبد السلام معنا بالاستوديو هل توافق على هذه الرؤيه انه هي جندي من جنود الله استاذ محمد لا بد من بيان شيء اولا مستندا في هذا البيان الى كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الله سبحانه وتعالى هو القائل. كورونا، الطاعون، الكوارث، الأوبئة، الأمراض، المصائب التي تنزل بالناس هي مصائب هي مصيبة هذه. والله سبحانه وتعالى بين هذا، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض في كل الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نظيرها إلى الناس. انتهى، إذاً كله بأمر الله سبحانه وتعالى لكن ما الحكمة من ذلك؟ في آية أخرى سأبين لك ما هي الحكمة قوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون حتى لو كان هذا الكورونا فيروس كوفيد 19 من فعل الإنسان فهو بخلق الله بقوله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون أي عملك مخلوق الفعل الذي تقوم به هو مخلوق من الله سبحانه وتعالى وبالتالي هذه الكوارث عبر التاريخ وأنا سأسرد الإخوة الكرام الآن والسادة المشاهدين عبر التاريخ من خلال القرآن الكريم الذي لا ينكره كل عاقل أن حتى الأمم السابقة التي مرت بها الكوارث والأمراض والأوبئة والمصائب كلها من الله سبحانه وتعالى إما أن تكون عذابا وإما أن تكون امتحانا وإما أن تكون رحمة بمن كيف تكون رحمة يعني وباء يعذب الناس هذا مما لا شك فيه لأن الله س... هذا يبينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن الطاعون الطاعون الذي في أحد تعاريفه وهو المعتمد كل مرض معد منتشر يؤدي إلى الوفاة هذا الطاعون فسألته سيدتنا عائشة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن الطاعون فقال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني كلامه بوحي من الله كان هذا الطاعون عذابا يرسله الله على من شاء طيب. كان عذابا يرسله الله في نقطة مهمة سأكمل, سأكمل. طيب. كيف يكون هذا ثم جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين فمن وقع فيه فجلس صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له كأجر الشهيد طيب بس لكن أستاذ عبد السلام يعني لو أن الوباء أو البلاء يقع على الظالمين كما تقول كان واحد قال فعلا هذا عقاب لكن المشكله انه يصيب الناس عامه اين العداله الالهيه في ان يصيب المرض والوباء اشخاص لا ذنب لهم يصيب اطفال احيانا ويترك اشخاص ظالمين يقتلون الناس مثلا سنه الله سبحانه وتعالى في الكون انه اذا جاء العذاب نتيجه تقصير الناس في قانون الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فان العذاب يعم قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ثم يبعث كل على نيته، نحن نقول ما ذنب هذا الطفل او ما ذنب هذا البريء، قد يكون ليس له ذنب اكيد ليس له، لكن ان اصطفاه الله سبحانه وتعالى فما عند الله سبحانه وتعالى خير لهذا المصاب البريء خير من هذه الدنيا، ما يعني ما عندكم م. ينفد وما عند الله باق، لذلك المؤمن مبتلى والآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم ولنبلونكم ثم قال: وبشر الصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، إذا هذه ابتلاء يعني امتحان، فلذلك هذا يصيب ال 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 في القانون الدولي في كل القوانين الدولية الإنسان البريء إذا أخطأ يعاقب حتى لو كان بريئاً حتى لو عن غفلة أخطأت وتجاوزت إشارة لكن أي حين يمس العقاب أشخاص لا ذنب لهم ويترك أشخاص مسيئين هنا كأنه تنتفي لا العدل لا نسميه عقاب ها هنا لا نسميه عقاب هنا, هنا يأتي في ثلاثة صور قد يأتي عذابا للكافرين لمن حارب دين الله سبحانه وحارب البشرية وظلم وطغى وبغى قد يكون له عقابا وللمؤمن يكون امتحانا من الله، وانتم تعلمون ان هذه الدار هي دار امتحان ودار ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وقد تكون تنبيها، ساذكر لك هذه الايه التي تشمل كل الامم السابقه، الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك، كل الامم السابقه فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون حتى يرجعوا الى الله، طيب ويطبقوا قانون الله سبحانه وتعالى في العدل. نقطه مهمه يعني اشار يعني الحديث اشرت اليه ربما دكتور نجيب في احدى مقالاتك، انت تدعو الى ان يتنحى الدين عن تفسير الوباء، تقول اهم دور يلعبه الدين اليوم هو ان لا يلعب اي دور في كارثه الوباء، لماذا برايك؟ ما المشكله التي يسببها التفسير الديني للوباء؟ دعني اوضح نقطه هنا قبل ان اقول رايي في هذا المجال. انا لست ضد ان يعطي الدين رايه في اي شيء. اعطاء الراي شيء واصدار اطروحه اعتبرها هي المرجع الذي افرضه على كل شيء، امر اخر. انا مع ان يعطي الدين رايه في السلوك البشري اثناء الوباء، لكن لا اعتقد ان الخطاب الديني مختص ليتحدث عن الوباء بحد ذاته. الوباء بحد ذاته حاله لا دينيه، ولا لاهوتيه هو حاله بيولوجيه من الحياه الطبيعيه ومن يتحدث عنه هم اهل الاختصاص في هذا المجال وخليني اقول شغلهم اذا بتسمح لي في العالم العربي للاسف نحن العرب وانا عربي طبعا وافتخر بهذا كل البشر يتحدثون عن الدين مع انهم لا يختصون به ولا يفهمون به ويعتقدون انفسهم قادرون على اعطاء مراجع حوله وبالمقابل رجال المؤسسات الدينيه وانا هنا اتحدث عن الدين المسيحي لا اسمح لنفسي بالتحدث عن الاديان الاخرى اتركها لاهل اختصاصها لكن في المسيحية عندنا مشكلة أن رجال بعض رجال الدين يتحدثون أيضا في كل شيء بدون اختصاص طيب أنا يعني من أنت تدعو إذا أنه هي هذا أؤمن أؤمن يف... بأن يكون هناك دور للدين في السلوك البشري الأخلاقي وكيف يجب أن نتعامل كبشر مع بعضنا البعض في قلب الجائحة ولكن ال... دين ليس مختص بالحديث عن الجائحه بحد ذاتها، لذلك الحكمه الدينيه هي ان يصمت الدين حين يجب ان يصمت وان يتحدث حين يجب ان يتحدث. طيب خليني اقول هاي النقطه استاذ سمير نقطه مهمه انه يعني هذا الامر يجب ان واحد يعني الناس يتبعون العلم، العلم هو من يفسر هذا الوباء والظواهر الكونيه عموما وبالتالي ربما الاحاله دوما الى قوه غيبيه هي مسببة لكل الظواهر التي تحصل بالكون يسبب نوع من الخمول للعقل يعني بدلا من البحث العلمي والاجتهاد في معرفة الأسباب وبالتالي معرفة الحلول واختراع مثلا أو اكتشاف الدواء أو العلاج يركن العقل إلى فكرة والله هذا عقاب من الله وانتهى الأمر وبالتالي هذا يجعل العقل خاملا ولا يساعد في إيجاد حلول ما رأيك؟ هذا مفهوم خاطئ سيدي الكريم طبعا انا مع الاخ الذي تحدث قبل قليل ان الدين يجب ان يصمت في بعض الاحيان التي لا يكون له فيها دراي لكن الله سبحانه وتعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر من هم اهل الذكر سيدي هم اهل الاختصاص فمثلا الطبيب مختص في الأمراض وفي علاجها. النجار مختص في صناعة الأبواب والنوافذ وغيرها. آه الخباز في صناعة الخبز. كلها كل هؤلاء هم أهل الذكر. لكن في حالة الوباء من يعني واجب أهل الذكر الدين. تقصدهم لازم يكونوا العلماء والأطباء والمختصون صح؟ أما في حالة الوباء فيجب على الكل أن ينصح بما لديه من علم ربما تكون هناك فكرة هي الصحيحة. لكن دور علماء الدين في هذا المجال هو النصح والارشاد فقد مرت على الامم السابقه امثال هذه الكوارث وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرتها سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعلمنا من سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحجر الصحي من اين اتى هل كان موجود قبل ان, أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتزل وندخل البيوت ولا لكن نخرج منها هذا ولا يعني نبرح الأرض أقوبة. التي نحن فيها يعني هناك نقاط عديدة الحقيقة تحتاج إلى تفصيل نعم. أكثر أه سأعود للضيوف ونناقشها لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خير من جديد لكل مشاهدي برنامج طوق نجاة، أستاذ عبد السلام، لماذا الإصرار على الربط بين القدرة الإلهية من جهة وبين المصائب والكوارث والأوبئة من أجل الاستدلال على قدرة الله؟ أليس الأولى أن تتجسد قدرة الله في الخير بدلاً من ربطها واقترانها بالأوبئة والكوارث؟ اسمح لي أستاذ محمد يعني أن أجيبك بالطريقة التالية لماذا الإصرار؟ لا أقول لماذا الإصرار بل لا ينبغي إلا أن نصر على الربط بين القدرة الإلهية وبين كل ما يجري في هذا الكون ذكرت قبل قليل أن كل ما يجري ما يتحرك من ساكن ولا يسكن متحرك إلا بقدرة الله وبأمر الله سبحانه وتعالى ودعني قبل أن أكمل لك أن أجيب الأخ الضيف قبل الشيخ سمير في قوله أن الدين لا يتدخل إلا أن يبدي رأيه أنا أريد أن أسأل ضيفك الكريم لنعالج أصل المشكلة دعنا نتناول أصل المشكلة اللي هي كورونا أو غيرها قالوا درهم وقاية خير من قنطار من أين أتت كورونا في أصلها من أين أتت قد يقول من الطبيعة ما هي الطبيعة فسر لي ما هو سبب انتشار كورونا كما هو سبب هذه الكوارث من أين تأتي يعني أنت تعارض ما قاله الأستاذ سمير نحن, السمير نحن الدين يجب أن مو بس يعطي راي، يجب لا. ان يلزم الاشخاص لا 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 يلزم لا في مساله علاج هذه المسائل بالعكس كما ذكر الشيخ سمير شرعنا حث على الحجر الصحي وحث على الالتزام والله قال في العموم خذوا حذركم اما ان لا يتدخل في الامور الدنيويه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامر دنياكم والوباء امر دنيوي اصل البلاء دنيوي ليس دنيوي، ونحن اعتقادنا امر البلاء والمصائب التي تنزل هي من الله الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة في القرآن قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة لسيدنا موسى قالوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء لهؤل القوم لا يكادون يفقهون حديثا نحن ما نعتقده أن يكون هناك ربط وثيق بين كل ما يجري من مصائب وأمراض وأوبئة بينها وبين القدرة الإلهية المتصرفة في هذا الكون الله سبحانه وتعالى جعل سنن هذه الكون أن يكافئ المحسن وان يعاقب هو المشكله يعني استاذ عبد السلام المشكله هي العقاب او هذا الوباء لا يصيب السيئين كما قلنا لماذا يعني لماذا, لماذا نسميه عقاب؟ الان كثير من الناس اذا توفاه الله ورحل الى الله يعتبر ان هذا فوز في الحياه الدنيا وفي الاخره، ارتاح من عناء الدنيا، لماذا نسميه عقاب؟ يعني لا اظن انه عذاب المرض هو هو يعني نبينا بالاجماع لا احد يستطيع ان ينال من نبينا صلى الله عليه وسلم جاعه وسجن وهجر، هل نقول هذا عقاب من الله؟ بالعكس هذه اكرام ورفع درجات لان ما عند الله خير وابقى، الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضه، فهي احقر من ان يعطيها لمن يحب سبحانه وتعالى، فلا اسميه عقاب للمؤمن، للمؤمن يكون هذا ابتلاء ليمتحنه الله ايصبر؟ ايحتسب؟ وللكافر قد يكون عقابا وللغافل قد يكون انذارا وتنبيها. طيب, طيب خلينا نروح ل يعني استاذ ماهر برايك هل هناك ظروف محدده او اسباب معينه تساهم على انتشار الاعتقاد القائم على تفسير الاوبئه على اساس ديني؟ اول تفسير للاوبئه ديني الوباء اسمه في اللغات القديمه الأطبش لمسه الرب لمسه الرب. وفي السومرية نومس أو نمس لاحظتم السفنكس أو التمثال اللي يشبه أبو الهول هو اللاماسو الذي ينزل الأذى في الآخرين لاماسو يلمس تجد هذه الطقوس ما تزال لها علاقة في المس المعالجة كانت في اللعاب والتفل والنفخ وهي النفس أو النفث يعني أقصد هل كانت... هناك ظروف مثلا اجتماعية أو غير ذلك أو نفسية نعم 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 فلو إحنا أخذنا حادثتين شهيرات اللي هو الطاعون الأثيني والطاعون الطاعون جالينوس الطاعون الأثيني كان في فترة النمو الفكري لأثينا كان طاعون كبير جدا واستمر حوالي 30 أو 35 سنة لكن لما تقرأ ما كتب عنه تجده كتاب أو توصيف علمي رغم أن أبو قراط كان ما يزال طفلا لم يمارس الطب بعد تجد وصف للمرض وصف لطريقه التطور، وصف لي للشفاء وما بعد الشفاء انهم يفقدون ذاكرتهم، انه ينتقل بالمخالطه، في حين لو اتينا الى طاعون جالينوس الذي انتشر بعد معركه المدائن عندما غزا الرومان المدائن في العراق وعادوا الى روما وكانوا قد اخذوا الطاعون في العراق او نعم <applause> ما وبدا ينشرون هذا الطاعون من الى روما على كامل الطريق وانتقل منها الى مصر حيث ابيدت قرى كامله كامله طيب يعني آه بس, بس ما الفكره التي تريد قولها باختصار استاذ ماهر الفكره انه كانت في فتره الانحطاط تلك كانت فتره الانحطاط انتشر آه انتشر الدين المسيحي في هذه الفتره قبل مؤتمر نيقيا آه حيث عانى الناس بداوا يبحثون عن الخلاص فبدات تنتشر ان تنتشر المسيحيه وكانت كده هذه خدمه للمسيحيه بان هذا عقاب الهي فمهد لمؤتمر نيقيا الطاعون الجالينوسي طيب يعني و... انت تقول باختصار انه فترات الانحطاط اللي تعاني منها الامم تدفعها للاقتناع بتفسيرات دينيه لظواهر مثل الاوبئه كما عدم النظافه كما عدم النظافه وعدم الاهتمام الصحي في هو سبب من انتشار الفيروسات الجهل والخرافه في 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 الامم هي سبب انتشار الفيروسات طيب لكن يعني بخليني اتوجه لدكتور نجيب بهذا السؤال وهي نقطه ليس فقط رجال الدين والمتدينون من يذهب باتجاه هذه الحموله الدينيه لنقل في تفسير الاوبئه يعني مع كورونا وجدنا اخرين كثيرين هناك من يقول هذا عقاب من الطبيعه الام للبشر لانهم يسيئون الى كوكبنا الارض من الارض حسب تعبير هناك شيوعيون قالوا هذه نهايه الراسماليه واذا بعوده الشيوعيه مثلا اذا برايك لماذا هناك اسقاط لحمولات ايديولوجيه تعتمد على تفسير الاوبئه والكوارث هاي الطبيعه البشريه استاذ ماهر انه نحن من من ميل بشو ما امننا وشو ما كانت خلفيتنا انه نسقط افكارنا وارائنا وايماننا على الواقع ولكي نحوله إلى مصدر للحقيقة هيدا ميل بشري يعني إذا بتدرس الطبيعة البشرية عبر التاريخ بتشوف البشر من كل الأشربة وكل التيارات والتوجهات بيعملوا نفس الشيء بس بدي أقول شغلتين صغار هون للتصحيح أولا حضرة الباحث التاريخي المحترم عم يقرأ التاريخ بشكل لا تاريخي لأن المسيحية لم تكن أكثرية ولم تنتشر أبدا كما نعلم تاريخيا إلا بالقرن الخامس قبل القرن الخامس كانوا المسيحيين أقلية وكانوا مضطهدين بس للتصحيح التاريخي مشان الشيوخ الأجلاء أنا قلت ما بسمح لنفسي علي على أطروحات أديان الأخرى لكن مع كل الاحترام هن عم يحكوا ذكروني بشيء نراه في المسيحية عندنا في المسيحية أيضا وعاظ مبشرين يميلون دائما للهوتة كل شيء يعني لإعطاء أي شيء في الوجود البشري الطابع ديني تقصد بعد وطابع ديني ليش؟ لأنه بيعتقدوا أنه هيدا بيخلي الناس تلتصق بالله اكثر هذا هدف نبيل اخلاقي يعني هن من وراء عم بيريدوا يقولوا للناس التصقوا بقيمه عليا ولكن هذا ما بيعطينا اجوبه وحلول لمشكله الوباء بحد ذاته هلا الشيوعيين واليساريين اللي عطوا ارائهم هيدا كله ضمن الراي انا مشان هيك سميت الطرح الديني ايضا راي من يستطيع أن يعطينا حلول للجائحة، من يستطيع أن يتعامل مع الوباء بشكل فعلا يحمي الإنسان جسديا وبيولوجيا منه هم أهل اختصاص هذا المجال، علماء الأوبئة والعلماء، لذلك احترام اختصاص الآخرين قد يقود إلى أن يحترموا اختصاصنا الديني كلاهوتيين حين يأتي الوقت لنتحدث عن أمر لاهوتي طيب خلينا خلي في نقطه كمان يعني ربما من المهم الاشاره اليها وخليني اسال ألا استاذ سمير تحديدا حين بدا فيروس كورونا يتفشى في العالم هناك من بدا يتشفى بالمصابين لانه انتشر في البدايه في دول بعيده وغير مسلمه الصين واوروبا قبل ان يصل الى المنطقه الينا والحقيقه ان هذا الموقف ليس وليد اليوم يعني كثير من المشايخ مثلا يدعون بالشر على الاخرين يرددون في خطبهم اللازمه اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك وغيرها من العبارات المشابهه حتى انه قبل فتره توفي شخص احد المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا ترحم عليه الناس فاذا بالبعض يقول لا يتجوز الرحمه عليه لانه مسيحي هذا خطاب يؤسس للكراهيه والبغضاء فعليا بين المسلمين وغير المسلمين اليس كذلك نعم اخي الحبيب دين الاسلام اولا نهى عن الشمات والسخريه هاي في الدرجه الاولى يعني لا تجوز الشمات والسخريه في دين الاسلام فالشماتة والسخريه من شيام الكفار فقد اوضح القران العظيم ان الشماتة من اخلاق الكفار والمنافقين قال الله سبحانه وتعالى ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها يعني وقال ايضا موسى عليه السلام فلا تشمت بي الاعداء يعني والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشماته فالشماته هي عنصر لا ينطبق على المسلم ابدا انما تنطبق على الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن باوامر الله سبحانه وتعالى وعلى المنافق المذبذب بين هؤلاء وهؤلاء هذا الخطاب ألا يؤسس للكراهيه والبغضاء استاذ عبد السلام؟ اسمح لي أولا أن أفصل قليلا تعقيبا على كلام أخي الأستاذ سمير في مسألة الشماتة، طبعا هنا لابد من تقسيمها إلى أقسام، هناك وجه من جواز الشماتة في أعداء الله وأعداء البشرية الذي يظلم والذي يقتل والذي ينشر ينشر الفساد لا باس طبعا المختلف في العقيده شخص لم يسئ لاحد يعني. هو في مختلف او او حتى في نفس العقيده، الله سبحانه وتعالى قال: قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، هذا لمن؟ لمن يعادي البشريه ويعادي دين الله سبحانه وتعالى ويعادي الحق لنقل بالعموم لمن يحارب الحق على وجه الأرض عمليا هو يظلم هو يقتل هو يسفك هو ينشر الفساد هذا لا بأس أن تشمت فيه كما ورد أن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما قتل مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة أكثر من هيك ظلم فلما وصله خبر قتل مسيلم الكذاب سجد شكرا لله وهذا نوع من الشماتة هناك الناس الأبرياء كما قلت حتى لو كانوا من أى ديانة ومن أى عقيدة الله عز وجل قال فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لهم منا البر ولهم منا العدل ولهم منا القسط يعني لكن احنا ما تقول أنا سر سر اسأل أستاذ محمد ايه والضيوف الكرام اسأل ايه الآن عندما يقوم فرعون هذا العصر يقتل الملايين ويدمر البلاد ويهلك الحرف والنسل ويفعل ويفعل انا اعتقد ان الكافر يشمت به قبل ان يشمت به المسلم. يعني نحن بالاخير استاذ <applause> عبد السلام ندعو ونتمنى لسوريا ان تكون دوله حريه ودوله مواطنه بالاخير بصرف النظر عن اي معتقد ديني او غيره، ساعود اليك الى الى نقطه اخرى لكن في نقطه اريد ان اسأل فيها الاستاذ ماهر يعني في الاستبيان الذي اجريناه في بدايه البرنامج عرضناه البعض قال انه كورونا هو ايذان باقتراب الساعه، والحقيقه يعني نجد لهذا الكلام صدى عند كل مصيبه كبيره، هناك من يقول اقتربت الساعه او يوم القيامه. هل للتفسير الديني للوباء علاقه بفكره نبوءات نهايه العالم الموجوده في معظم الاديان؟ تحياتي، اولا بس اوضح للدكتور نجيب ان المؤرخ جيبون هو الذي درس هذه المرحله وهو صاحب اهم كتاب في تاريخ روما ودرس مرحلة الوباء الجالونيسي الجالينوسي ووضح هذه النقطة بأرقام طبعا المسيحية لم تبدأ الانتشار إلا بعد معركة جسر ميلفيو ضد ماكسيمس بالنسبة لنهاية العالم لدينا في الاديان وخاصه الدين الاسلامي الجعفري الاثني عشري وفي الدين المسيحي والمسيحي نهايه العالم خلف الباب يعني تلاميذ السيد المسيح كانوا يتوقعون نهاية العالم والأكاليبوس الأك... أو نهاية العالم في المسيحية دائما تطرح عند كل جائحة ورجال الدين بدأوا يدخلون ال... يدخلون هذه القصص طبعا وايضا في في المذهب الجعفري صاحب الزمان خلف الباب يعني ينتظر شو اسمه الانقضاض على على البشريه. هذه ليست موجوده في ال... في التاريخ القديم هي حقيقه بعد الاديان الابراهيميه لا نجد عن نهايه العالم اي اي اشارات مم. كان الموت نهايه فرد يعني وليس نهايه عالم بالنسبه لرجال الدين حقيقه ادخلوا ادخلوا هذه الكورونا في 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 المصطلحات الدينيه حتى لم يتعاملوا معها بالاسم الذي تقول فيه منظمه الصحه العالميه وباء الوزارات الصحه تقول وباء، الاطباء يقولون وباء، في حين نجد انه جائحه او ابتلاء او بلاء يعني محاوله ادخاله في 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 الفقه الديني واعادته كمنتج ديني وليس كمنتج علمي. طيب هذا هذا يعني هذه ربما يقودنا الى سؤال واتمنى بالمحور الاخير ان اوجه هذا هذه النقطه لجميع الضيوف يجيبوا عليها وهي علاقه الدين بالعلم. دكتور نجيب ابدا معك هناك من يرى ان هناك تصادما حتميا بين الدين من جهه والحداثه وتجلياتها والعلم من جهه اخرى كيف ترى ذلك سؤال جدا مهم بس للاستاذ ماهر ادوارد جيبون ادوارد جيبون وكتبه عن كتابه عن سقوط روما نعتبره اليوم في الاكاديميا كتاب كلاسيكي قديم معلوماته التاريخيه غير دقيقه في ابحاث كثير جديده معاصره تجاوزته بمراحل كثيرة إذا بحب أنا ببعث له ليست كاملة من من المراجع. طيب خلينا في. سؤال في العلم والدين سؤال مهم الدين جدا سؤال مهم جدا وهو سؤال أنا برأيي المتواضع يستحق حلقة بحد ذاته ودراسات أيضا في المسيحية هناك عدة توجهات ودراسات وطروحات حول هذا الأمر هناك مسيحيين يقولون العلم ضد الدين. وهناك مسيحيين يقولون ان العلم عفوا الدين بديل عن العلم بمعنى ان الدين يجيب عن كل الاسئله وليس العلم وهناك طرح ثالث وانا انتمي له يقول ان العلم والدين خطابان متمايزان وليس متضادان الخطاب الديني هو خطاب لاهوتي لتورجي اخلاقي سلوكي الخطاب العلمي هو خطاب اختباري تجريبي نظري يتعلق بالنظام الطبيعي انت شخصيا ما رايك انا رايي انه العلم والدين ما بيتحاربوا لانه اصلا كل واحد منهم بيغني اغنيه مختلفه طيب. يعني العلم ما فيك تقارن بين البيانو وال وال, وال... البرتقال مثلا طيب خليني يلون... أقول خطين مختلفين الدين يجب أن يعطي رأيه في الأبعاد البشرية إلى علاقة بحياة الإنسان الوجودية والسلوكية والفكرية والعلاقاتية والعلم عليه أن يعطي رأيه بالأمور المادية البيولوجية الطبيعية الملموسة أنا مثل ما بلوم رجال الدين على التدخل في العلم ألوم أيضا العلماء يلي بيعطوا لخطابهم العلمي قاعده وبعد ديني عقائدي إيه بس يعني المشكله انه في في اشياء آه يعني هي بتكون فتوى دينيه لكن تؤثر على حياه الناس وخليني انقلها للاستاذ عبد السلام يعني خلال ذروه انتشار كورونا هناك من لم يتخذ الاجراءات الاحترازيه المناسبه بدعوى انه والله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهذا يؤثر عليه وعلى الآخرين أيضا ولذلك هناك من يرى أن التفسير الديني لهكذا ظواهر فعليا يسبب مشكلة كبيرة ويجد أن الدين والعلم خطان متوازيان لا يلتقيان لا يمكن لا يمكن ان يكون هناك فصل ابدا بين الدين وبين العلم، وهذه الشريحه التي تتكلم عنها من الناس قولهم لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا استشهاد في غير موضعي، وهؤلاء تستطيع أن تعتبرهم مخالفين لتعاليم الشرع أصلا الله سبحانه وتعالى قال وخذوا حذركم بالعموم خذوا حذركم بالعموم تداووا عباد الله استخدم الدواء لماذا عندما هذا الذي يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا عندما يمرض ولده يأخذه إلى المشفى أم لا؟ عندما تجرح يده يعالجها ويضمدها ام لا؟ لماذا لا يقول لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا؟ هو المنطق استاذ عبد السلام انه هي وباء ومساله علميه، لماذا نعطي تفسير ديني لها؟ ما في شك ان اصل الوباء واصل المشكله هي في في الحقيقه في مخالفه اوامر الدين التي والتي اشكر من خلال هذه النقطه الاستاذ نجيب عندما لو رجعنا إلى أصل الدين المسيحي وفي تعاليمه لا تختلف أبدا بالكلية عن تعاليم شرعنا الإسلامي الدين المسيحي كما الدين الإسلامي ينهى عن الفحشاء ينهى عن الظلم ينهى عن القتل ينهى عن القذارة والوساخة كل هذا موجود في كل الأديان السماوية باختلاف الشرائع لها فهؤلاء الذين يحاولون أن يفصلوا لا يمكن أبدا على مدى التاريخ أن يتعارض الدين مع العلم الدين يأتيك بالكليات وياتيك بالعموميات وياتي العلم ويفسر وهناك كثير مثلا اضرب لك مثالا على سبيل المثال دعني فقط في هذا المركوب قديما كان كما قال الله سبحانه وتعالى والخيل والحمير والبغال لت هذه وسيله النقل لتركبوها وزينه ثم قال حتى يترك الباب مفتوح امام العلم ويخلق ما لا تعلمون. لو اتينا قديما الى الذي يركب الخيل والبغال والحمى وقلنا له سيكون هناك صاروخ فضاء مم. يخرج الى طيب. القمر ربما يعني لا ترى تعارض نعم. خلينا ناخذ راي استاذ سمير يعني هل ترى انه كما قال ضيفانا الدين والعلم خطان مختلفان لكن لا يتعارضان ام هما كما يقول اخرون خطان متوازيان لا يلتقيان اخي الحبيب انا من او مع نظريه العلم والدين هما خطان متلازمان لا يفترقان ابدا الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ومن باب الحث على العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد انظر الى هذا الامر اما بالنسبه لموضوع الاخذ بالاسباب يعني بالنسبه للاحتراز وكذا فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقل وتوكل وهذا هو العلم الحقيقي يعني ان انت تعود الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد ان العلم علمين علم بالقلب وعلم باللسان اما علم اللسان فذلك حجه الله على خلقه واما علم القلب فذلك العلم النافع يعني, يعني بس الناس يستخدمون رجال الدين كلمه علم لما يسمى العلوم الشرعيه حتى يعني حضرتك انت امين عام لرابطه علماء ودعاه اللي هو يعني علم ما يسمى علم شرعي وليس العلوم الاخرى اسمح لي لأن وقتنا قرب يخلص نعم انتقل إيه واخذ تعليق اخير من استاذ ماهر حول هذه النقطه هل يتعارض الدين والعلم هناك من يقول نحن نعيش عصر العلم اليوم والدين اصبح صار من الماضي ما رايك الدين ليس من الماضي، رجال الدين هم هم الذين من الماضي. يعني لو اخذت اعطيك مثال شهير الشيخ الشعراوي الله يرحمه كتب مقال عن اصل الفيروسات وكيف تتكاثر وتتناسل وتتناسل. في حين علماء الفيروسات اليوم ليس لديهم اي دليل اركولوجي عن الفيروسات قبل 90 عام. يعرفون وجود الامراض لكن ليس لديهم اي دليل اركولوجي، وجميع النظريات التي وضعت في اصل الفيروس هي تبدا بكلمه ربما، ربما هو نشا من كذا وربما نشا من تطور خلوي او او, أو الى اخره او انتكاس خلوي، لكن نجد رجل دين يتكلم بثقه ان الفيروس وجد في عام كذا وانه يتناسل، اليوم لو انت ذهبت الى مسجد وراقبت مسجد في 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 خطبه الجمعه ستجد الشيخ يتكلم اليوم عن الوضوء وغدا يتكلم عن الفضاء وبعد غد عن الـ الـ طيب في جمله واحده ما الذي تريد قوله استاذ ماهر في جمله واحده؟ العالم المتحضر احترم الدين بان وضعه في مكانه في حين نحن لا يزال لدينا الدين متفلت في الشوارع يحاصرك في في في, في كل مكان طيب شكرا جزيلا لك وقت الحلقه انتهى بدي اشكر جميع الضيوف اللي كانوا معنا الاستاذ ماهر حميد كنت معنا من السعوديه الباحث في التاريخ شكرا جزيلا والدكتور نجيب جورج عوض استاذ اللاهوت المسيحي في جامعه هارتفورد في الولايات المتحده الامريكيه الف شكر دكتور وايضا الاستاذ سمير الابراهيم الامين العام لرابطه علماء ودعاه سوريا كنت معنا من انطاكيا في الاستوديو كان معنا الشيخ والاستاذ عبد السلام الشقيري شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا الشكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعه نلتقي في حلقه قادمه من طوق نجاه الى اللقاء